وحول هذا الموضوع ينضم إلينا في استديو مركز الأخبار الدكتور بدر عادل، أستاذ القانون العام المشارك بكلية الحقوق بجامعة البحرين. مساء الخير دكتور، وأهلا بك في استديو مركز الأخبار. أحد أهم المبادئ التي كرسها ميثاق العمل الوطني كما رأينا في التقرير السابق هو مبدأ الفصل بين السلطات. ما هي أهم المكتسبات التي حققتها البحرين من تكريس هذا المبدأ؟ طبعا هناك مكتسبات كثيرة طبعا حققها الميثاق على مستوى المجلس النيابي، عودة الحياة النيابية طبعا، واستكمال الهيئات القضائية، وأيضا منح المرأة حقوق الكثير من الحقوق اللي هي السياسية. نعم. في الانتخابات وأيضا انتخابات بلدية ومجالس، وأيضا تحولت المملكة أيضا الدولة إلى مملكة. كل هذه هي مكتسبات ميثاق عمل وطني. نعم. ولكن من ضمن هذه المكتسبات تكريس مبدأ الفصل بين السلطات. ميثاق العمل الوطني عندما جاء نص في الباب الثاني منه على نظام الحكم، نظام الحكم في مملكة البحرين، أول ما رأى غير سيادة الشعب وغير التأكيد على دولة القانون، أراد أن يؤكد المبدأ نفسه وهو مبدأ الفصل بين السلطات. ولكن مبدأ الفصل بين السلطات عندما جاء عندنا، وهو ما معنى بهذا المبدأ؟ نقصد به مبدأ هو أن تخصيص لكل سلطة من سلطات الدولة وظيفة مستقلة، منها وظيفة التنفيذية، وظيفة التشريعية، وظيفة أيضا القضائية. ولكن المبدأ لا يأخذ على يعني على محمله العام، بل هو هناك فصلا ليس مطلقا بل فصلا مرنا يقوم على أساس التعاون بين هذه السلطات. نعم دكتور، كما تفضلت هناك أيضا وسائل للمراقبة وإيجاد قنوات للتعاون. نعم. في ذات الوقت. نعم. لو نتحدث عن هذا. نعم. المجال، المبدأ نفس ما احنا تكلمنا هو الفصل، ولكن كيف تنظيم العلاقة بين السلطات العامة، هذه هو الكلام. نعم. الكلام أما أمام أن يأخذ الدستور بمبدأ التدرج أو يأخذ بمبدأ الفصل المطلق أو يأخذ بمبدأ الفصل مع التعاون، والثالث هو الذي أخذ به الدستور مملكة البحرين، هو الفصل مع التعاون والرقابة المتبادلة. فنجد هذا التعاون موجود عندنا، كيف مثلا التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في عملية حيث تهيئة الحياة لإعداد الجداول الانتخابية وتهيئة بوجود المجلس، وأيضا عملية الاقتراح وعملية إعداد الميزانية، كل التي تقوم بها السلطة التنفيذية. نعم. فيما يتعلق بالتعاون وحضور الجلسات أيضا المجلس، أيضا المجلس نفسه يقوم بهذا العمل. وأيضا عندي نوع من أنواع الرقابة تكون بيد السلطة التنفيذية تجاه أيضا السلطة التشريعية، وفي يد السلطة التنفيذية تجاه السلطة أيضا التشريعية، فالاثنين يتعاملون بهذا الموقف، وهذا لحتى تستطيع كل سلطة أن تجد من يوقفها من السلطات. نعم. الأخرى. نعم، على رأس هذه السلطات الثلاث الميثاق وضع جلالة الملك المفدى ليرأس. نعم. هذه السلطات. نعم. أهمية ودور جلالة الملك. جلالة الملك الله يحفظه ويرعاه، جلالة الملك له دور كبير. نعم. في يعني نص عليه الميثاق وأكدها الدستور، وهو يحمي ويكون فصل بين هذه السلطات، ويأتي على رأس هذه السلطات. نعم. ليقوم بحماية، طبعا جلالة الملك شخص مصون، هو الذي يحمي شرعية الدستور وشرعية القانون، وأيضا يحافظ على الحقوق والحريات. فلذلك تجد أن الملك هو الذي يوازن بين هذه السلطات، فلذلك. نعم. هو يتولى مع السلطة التشريعية ويتولى مع السلطة التنفيذية العملية التشريعية والعملية التنفيذية. نعم. نعم الدكتور بدر عادل، أستاذ القانون العام المشارك بكلية الحقوق جامعة البحرين، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح. شكرا شكرا أختي، شكرا.